المنتخب الاخوة اسمها الصراحة فرحونا الحمد لله والله العظيم الى تروابا وخدينها بالكشفان مير بحنا الحمد لله تروابا ان شاء الله نطلعوا ان شاء الله نتلاقوا مع مصر واللي ربح هو هذاك حنا خوا خوا ماشي مشكل عقبال الفينال ان شاء الله علاش لا دي كان ماتش زين بزاف وفرحنا مع المنتخب بزاف وفرحنا وحيا المغرب مليح المنتخب بين القدرات ديالو وكدا ابو فال اخويا هو اللي كان ابو فال خويا حنا اليوم فرحانين المغرب ربح والعقبه ان شاء الله خويا المولوديه وجده راكو تما ديما وجده ديما وجده الماتش اخويا كان في القمه واخويا خاصنا شي تسعه اللي مركي واخو هاد الفرقه راه زينه وديما وجده ديما المولوديه مباراه شيقه رغم ان ارفع من المستوى ديال التكتيك في الشوط الثاني وهذا الشيء كيتحسب في الشوط نتاع المدربين كانت تغييرات في المستوى ولكن هذه مازال عاد غير البدايه نتمنى ان شاء الله ان المنتخب يحقق واحد النتيجه اللي تكون هي ايجابيه اللي فيها ممكن اننا نرفعوا الكاس اللي هذه ربما غايبه بسنوات كثيره على الخزينه نتاع المنتخب الوطني وفرحنا بزاف اليوم فرحانين وان شاء الله القادم يكون زوين وتحياتي لكم وشكرا خويا حنايا فرحانين بهذا الفوز الحمد لله غلبنا بدوءة المهم الماتش كان في المستوى الدراري لعبوا بروح قتاليه قلب حكيمي انت غادي تدي بلاصه ميسي ما غاديش يبقى انت هو كلشي الماتش اللي فات لا بوفال شي حاجه اللي طالعه بزاف تبارك الله عليك خويا بوفال وتبارك الله على الفريق المغربي كامل ورحنا بقلوبنا معاكم فيفا لو ماروك مبروك علينا وهذه البدايه ومازال وان شاء الله فيها لاكوب مبروك علينا وان شاء الله نجيبوها في المره الجايه ان شاء الله ومبروك على المغاربه كاملين.